يقوم الحكم الدولي سابق مكرم اللجام والمستشار البلدي في بلدية سوسه مكرم اللجام باش ناخذوه اليوم بسيفته الثانيه، هي مستشار بلدي في بلدية سوسه مكرم. اهلا بيك. مرحبا بك سام، مرحبا بسمعين اكسبريس اف ام. ان شاء الله شنو الامور خويا؟ لاباس؟ والله الحمد لله لحد الان، وان شاء الله ربي يفرج علينا الناس كله برا الحمد لله. باهي، تفاجئنا البارح مكرم بخبار خرج، كنا نصور الاشغال ماشي على احسن وجه في ملعب سوسه، ديما نسمع في وعود انها باش توفى في وقتها الاشغال، لكن كل مره تصير حكايه نتاع توقف اشغال ومشكله جديده. شنو صار البارح في علاش توقفت الاشغال؟ وراه خلينا نبدا واضحين ساعه اسلام، راهي المسؤوليه كي واحد ياخذ مسؤوليه مش باش يغلط الراي العام، لازم يقول الحقيقه ولازم يشخص الامور كما هي ويحاول يدافع على المشروع. وانت نعرفوك تسمي الاشياء بمسمياتها. كيفاش؟ وانت نعرفوك تسمي الاشياء بمسمياتها معناها. لا اكيد اكيد اكيد. اليوم انا نحمل المسؤوليه الكامله، وقفه الاشغال هي عندنا عريب بس نحمل المسؤوليه كامله لوزاره التجهيز، اللي نعطيك نعطيك سكوب، المقاول راسر عنده 10 ايام قبل ما يوقف الاشغال وزاره التجهيز ويعلمها انه باش يوقف الاشغال، لكن لا حياه لمن تناتي. اليوم عندنا مدير عام البنايات وكانه المشروع لا يهموش، كانه ما يهموش. هذوما عباد يحبوا يعطلوا المشاريع الكبرى، هذايا عباد ونخمم مسؤوليه كلامي كاينهم بالذمه للمشاريع، بعض المشاريع الموجوده في تونس. اليوم كي تقول لي انت الارشيتكت وبنس حملوا مسؤوليه، ما نحملوش مسؤوليه. السيد يخدم من غير عقد من 2018 يجري وراهم على عقد، معناها كي يدخل للشانتي كان لا قدر الله تصير له حاجه راهو ما حد يستعرف له لا هو لا ولاده. اليوم عندنا 800,000 دينار موصلين، منهم 500 نتاع المهندس الخرسانه تاع بتوع ارمي و300 لبقيه المهندسين، ما خلصوش. شنو 800,000 دينار قدام المشروع بكله؟ اليوم المقاول مشى 50% ما نجمش يقدم اكثر، خاطر بعطيه يجي الارشيتكت ما يصححلوش، يخسر يخدمه كل ولا يخدم يقول له عاود يمشي، معناها خدمته كل تمشي في الماء. ولذا المقاول عنده حق، يعني ما لهمش مقاول. حتى وزاره الشباب والرياضه ما لهمش، حتى تعتبر وزاره الشباب والرياضه هي الوكيل صاحب المشروع، اصل المشروع من وزاره التجهيز، هي الوكيل، هي معناها تتابع في المشروع بصفه مش رياضيه. اي علاش ما كيفاش؟ علاش ما حطتش الاعتمادات اللازمه وزاره التجهيز؟ لا بس شو الاعتمادات؟ تو ايماجيز من 2018 2020 ما لهمش عقد الارشيتكت، معقوله هذه؟ اي علاش علاش؟ تعطينات اداريه هذيك تونس. نحن مش خايفين لا المشروع مش يرجع، انطمنوا انطمنوا احباء النجم الساحلي واحباء الرياضه كل اللي المشروع مش يرجع، لكن علاش التعطيلات؟ اي كانوا يخدموا بلاش عقد معناها هكا؟ اي لحد هذه اللحظه وتحمل مسؤوليتي، وهذه قلت لك انت راهو من غير عقد الى حد الان ما عملش العقد الارشيتكت هذا، معناها حاجات تضحك في مشروع ب 33 مليار. اليوم ارشيتكت من غير عقد، اليوم مقاول يخدم يخدم ليل ونهار وما وتقدم الحقيقه الاشغال ماشيه بالكدا هاي. اي شفنا الصور ديجا. ونقايص كبيره، اليوم مهندسي البلديه يخدموا ليل ونهار ومجندين للبيسين ولل والاستاد مشكورين سي معاذ نعيجه وسي ماهر عماره، ولكن المقاول عنده حق وزاره الشتاء عنده حق. ما بعد الفلوس معتمده، كنت انا قبل ما قبل كنت اسال الشباب والرياضه، كنت نحكي مع المقاول ايش يقول لي؟ يقول لي لو كان يوفروا لي الفلوس انا ننفق قبل الوقت. وشفتوه كيفاش يخدم المقاول. عندنا مهندسين من انزا ومن اكثر عباد كفاءه في بلديه سوسه يتبعوا في المشروع، لكن للاسف التعطيلات الاداريه هذه مش عارف وين ماشيين بها. نحبش نخصصها جهويات، لكن اليوم كي نشوفوا مدينه الرياضه في ساقف معطله 15 اكتوبر معطل الملعب، اليوم يحبوا يعطوا مشروع سوسه. لا الكل معطلين المنزه كيف كيف في الرياضه. بنكشي اسلام عميل مزي علينا كيف باش يبنوا الاستادات. اليوم نحن كرياضيين او كمنشات رياضيه في افريقيا ولينا نعمل بالفضح، ولات الكاف تقول لك توصل فيها حتى ميدان خاص. اليوم ملعب رادس
في برشا مشاكل وتو تسمعوا به في برشا مشاكل. ان شاء الله المدير الجديد تاع الحي الاولمبي قاعد يقوم بواجبه، ان شاء الله يصلح اللي ثم ناقص تمويل، معناها برشا فلوس مش قاعده تضخ في الرياضه في المنشات الرياضيه، يتخيلوا المنشات الرياضيه اصلا مش اولى وحا يلزم متابعه وجه البلاد هذيك راهي. كل ما يدخلوا لي فلوس سلام سامحني يقول لك كيفاش العقليه نتاعهم، خاطر يتعاملوا في الدوله كتجاره مش كرجال دوله. كي تقول لي انت ستات يدخلك وجه البلاد، عباره قلت لي الورد في وسط البلاد باش يدخل لي فلوس، ما هو زي البلاد. اليوم احنا ما عندناش مش قادرين باش معناها ننظموا كاس افريقيا. الحقيقه شيء اسف هذا. والله غالب ايه مكرم توق انت قلت لي عندهم عامين يخدموا بلاش عقد، شنو السبب باش اليوم توقف معنا الاشغال؟ خاطر الاشغال ما مشات بلدة. اليوم الارشيتكت اذا ما يصححش على كل ترانش يعملها المقاول، اذا يجي بعتلي يقول له هذه غلطه باش يولي يهد، يلزم متابعه مراقبه مستمره. والمقاول المقاول ما يصححلوش بلاش عقد معناها؟ المقاول ما ياخو ترانش من وزاره التجهيز الا كي صحح له الارشيتكت يقول له اوكي، يمشي يصب له ورقات يعطوا له الترانش بتاعه. واضح. اليوم المقاول مشى اكثر من بس 50% وثم جزء كبير خدمه والارشيتكت ما صححلوش. والارشيتكت عنده حق، قال لك اني صحح ولادي يخدموا غادي. حتى الارشيتكت ما صححلوش لا قدر الله سير حاج. ما خلصش المبلغ كله 800 مليون، 300 الارشيتكت 500 البطو ارمي و 300 الارشيتكت والمهندس الاضاءه معناها مجموعه مهندسين هما. معناها حكايه فارغه راهو. اما نحن قداش الكل في الكل معناها الاعتمادات؟ المشاريع الكبرى قداش الكل في الكل مكرم الاعتمادات؟ اللي سنا فيهم المهندسين اي 800 مليون من مشروع 32 مليار وشويه. شنو هما؟ اكثر من هيك راهو مش عطيه حقائق، حقائق ملعب سوسه. حتى كي يكمل المقاول راهو ناقص برشا، ناقص الاضاءه. وقت جاو يخدموا في الكادان شنوا والبيلوز راهو كابلات قطعت، ما نجموش يخدموا الا يقطعوهم. اليوم كازان ما عندناش كازان، اليوم الاضاءه ما فماش، اون بليس البروجيكتور راهو قدم برشا من 74 من وقت خلق الستاد. اليوم الصالون ما فماش، يعني مع الكراسي يا خويا مع الكراسي نزلت الكراسي خاطر مازالت عندنا مونتاليتي يكسروا كذا، اما الحاجات الاساسيه اللي موجوده في الصاد راهو اذا تابلو ما فماش. اي باهي مكرم توا شنو الحل؟ صار شي تواصل مع وزاره التجهيز ولا لا؟ التجهيز يقعدوا نحن راهو اسمعني قلت لك باللول بديت بالمداخله بتاعي، المسؤول الباهي اللي يقول الحقيقه ويزيد يدافع وياخو، اما مش باش نقول باش نعمل لك وما فماش. اليوم ثم بعض الاشخاص يقول لك تو نجيبوه التابلو. اليوم التعطيلات الاداريه سلام كي خرج لابيل دوفر اليوم بتاع التابلو يلحق بعض محل الستار، يلحق بعض 11 جوان 2021. معناها يلزمنا نعجلوا في الامور هذه. تعرف لابيل دوفر كذا شهور وبعتالي حتى يلقاو شكون وفتح الظروف وبعتالي يجيبوه من برا وركبوا، معناها برشا تعطيلات. معناها ما نعرفش وين ماشيين بالطريقه هذه. الناس وصلت القمره ونحن واحدين مش نعطيو تراش للمقاوله وتراش فلوس بتاع المهندس او مش نمضيو عقد. ما فهمتش شنو هو حابين من تونس وشنو يحبوا من المنشات الرياضيه وشنو يحبوا من الرياضه بصفه عامه. وصمت عار علينا اليوم ما عندناش ميدان صالح لاحتضان معناها مقابله دوليه. اي نستنى احنا نعرف شنو الحاجات اللي باش يصيروا تو باش الاستاد ما يقعدش معطل معناها كيما هكا. اكيد الحبايب اللي كان والتونس كل يستناو معناها. انا متاكد الاشغال باش ترجع، قلت ربي في الاسبوع هذا ان شاء الله ترجع، خاطر ثم عباد وطنيين والمقاول مستعد يرجع والارشيتكت والمهندسين يرجعوا. لكن الاشكال وين؟ اليوم كي نرجعوا ومش نكملوا الاشغال اللي تفرجوا عليها، شنو عملتوا انتوما كوزاره التجهيز او وزاره الرياضه في تابلو؟ راه الملعب هذاك مش الملعب النجم الساحلي، ملعب التونس كل راه هذاك بيستلعب فيه ليكيب ناسيونال ويعتبر الميدان الثاني من 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 ناحيه استيعاب الجماهير. بالنسبه للوقت قداش وصلت الاشغال هي؟
50% اما كي يكملوا 50% نقدروا نخسروا له. اول حاجه الغازون، الغازون نحب له مليار ونص. التابلو كان باش نركبوا تابلو ولا زوز موجودين الفلوس هذا ولكن عاد نستناهم انا. موجودين للامانه، مش موجودين للامانه حتى في المشروع مش موجودين يا اخي. من الوعود والوعود والكلام اللي صار مليارات مكرم، الوعود اللي صار من الاول والكلام كيفاش معناها على الشيح ولا شنو معناها؟ مش ما نظلموش، مش ما نظلموش العباد. المشروع وقت تعمل ما فيش لا اضاءه لا كراسي لا ما لا تيران. اليوم كي عملنا التيران جاء كي هبطنا بالجرادان شنوا، جاء التيران لاصق برشا من هنا ثم 6 متر ومن غادي 11 متر، لازم التيران يتحول شويه. اليوم نحن في 2021 و2020 ما عاد ثم انواع اخرين تاع جازون. يتكلم مليار ونص الجازون مودرن اللي هكا شعره بشعره، شعره ارتيفيسيال وشعره طبيعيه. اذا عزز مليارات معناها يحبوا 5-6 مليارات اخرين مش تكون ميدان محترم نجم يحتضن مقابلات المنتخب الوطني منتخب ومقابلات النجم الساحلي ومقابل معناها كل ما هو ظاهره رياضيه كبرى او اقليميه. هو المشروع مكرم تعهدوا به ثلاثة اطراف حسب ما نعرف، صلح لي كان غلط، الدوله والبلدية سوسة والنجم الساحلي في شيء في شخص رضا شرف الدين هكا ولا هو رضا شرف الدين في شخص معناها في صفته رئيس نجم الساحلي تعهد زوز مليارات يعطاهم ولا لا؟ لا عامل ورقه وقال كنت حرام مش دوا ضحيك انا نقولوا بالحقيقه هو هو اربع مليارات في الامور معناها مشكله وزاره التجهيز معناها حتى هو ما فيش بوعود وزاد هو مازال ما فيش مشروع. انت وقتاش تقول رضا شرف الدين او النجم الساحلي ما فاتش بوعودها او بلدية سوسه ما فاتش بوعودها وقت المشروع يقعد مازال فيه 30-40% وانت ما اعطاهمش. اليوم احنا 50% 50% يلزم الدولة تكمل فلوسها وبعدها بلدية سوسة تكمل. تعرف ثم فرق بين بلدية وبين وزارة تجهيز الدولة وزارة المالية. اليوم نحن بلدية سوسة نحن متعاهدين مانيش راجعين نحن في مشروعنا وندافعوا عليه ومازلنا ندافعوا عليه واني داخل لجنة الرياضة أو خارج لجنة الرياضة كمستشار بلدي باش ندافع ونستميت في الدفاع على الملعب هذا. ولذا شرف الدين مش يلتزم الدفع على الزميرات خاطر عامل التزام كتابي. وما ضربوا حد على ايده قالوا عاوننا نحن، هو وحده تبرع بزوز مليارات بارك الله فيه. اليوم الدوله يلزمها تلتزم بتعهداتها واكثر من هيك يلزمها تحط مصلحه الرياضه التونسيه فوق كل اعتبار، فوق التجاذبات السياسيه. اليوم وزاره الشباب والرياضه وتحمل مسؤوليتي، ثم علاقه قطيعه بين وزاره الشباب والرياضه ووزاره التجهيز. حد ما يشكك حتى لو كان يخرج هو يقول لي لا نحن متفاهمين نقول له لا، خاطر مني من السور سور السيال هذه من الجماعه اللي تتعامل معاهم يقول لي يا مكرم الورقه تخرج من وزاره الشباب والرياضه ما تمشي لوزاره التجهيز ما ترجعش، يحب لها مش ترجع. اليوم المهم المقاول يعمل لك مراسله قبل ب 10 ايام قبل ايقاف الاشغال، هاي سكوب عندك انت. اي انت اعطيت وما تجاوبوش وزاره التجهيز شو معناها؟ كيفاش هو يراسل في سلطه ولا ما يراسلش في سلطه؟ في جهاز تاع الدوله ولا مو جهاز الدوله؟ انت عطيت تعطيك بعض جاره هو انت بعض وزاره التجهيز ماكرم انت حكيت كمل لي شنو مسبب الخلاف ما دام ما يرجعوش لبعضهم؟ والله ما نعرفش هو كل حكايه كله احنا في تونس ماش عارفين كيفاش عايشين اكسوا فيه انت في مجلس النواب كيفاش عركه كل يوم معناها مصالح عباد ما متعطله وهذا يحب يشكب على الاخر والاخر يشكب على هذا ورئيس الحكومه يحب يعمل هذا تحوير معناها التجاذبات السياسيه دمرت هالبلاد هذيا ودمرت المشاريع معناها ما ثمش واحد ولا يخدم تقربوا بربه الناس كل تحسب فيها السياسه. ونحن نعطيك حاجه اخرى لو كان ما جاش ثم انتخابات استاذ سوسه انا تو نستناك انا عطيت عاوني بصراحتي انا مش نقولها لك كان ما جاش انتخابات والناس كلها تشكب على بعضها ورئيس الحكومه القديم وحزب جديد ودرجه توا ولا ما عملنا شيء من الطاف الله جبنا انتخابات معناها كان مش يقعدوا هكا يلزمنا نحن نركبوا التابلو والضوء الانتخابات الجايه 2024 فهمت وين مدينه الرياضه تاع صفاقس؟ وين ملعب 25 اكتوبر؟ 15 اكتوبر وين معناها كلها سينما كلها وعود كاذبه نتاع انتخابات نتاع معناها خداع نتاع الشعب مش بكل اصواتهم مش تقولوا من اصواتهم وانا مش نعملوا لكم نعملوا لكم نعملوا لكم يلزمك اضرب حديد هو سخون. نحن عرفنا وقتاش نطالبوا كجهه سوسه بالمشروع
قبل الانتخابات بشويه، عملنا ضغط للامانه. مشكور رئيس البلديه الكبير، مشكور كل واحد شاهد من قريب ولا من بعيد، مشكور حتى اللي صوت في مجلس البلديه ضد مشروع الاستاد، لكن بالتصويت نحن بالامور الديمقراطيه غلبناهم. هذه هي تونس ولات الله غالب للاسف. باهي مكرم، عندك موقف ما عجبتنيش تاع سؤالي، عندك موقف الوزارة شنو تقول؟ نعرف شنو تقول معناها كي يتصلوا بهم مسؤولين معناها. باهي اليوم كي يقول لي المقاول، نحن نخرجنا من اللعبة يا بلدية سوسة، نحن نسعاو. المقاول باهي اتصل شي بهم. المقاول قال لك ما جابونيش. يتعاملوا كيفاش بالمكاتيب ولا كيفاش تعاملوا هما الساعة؟ يحبوا بالمكاتيب، حتى هو المشروع معناها بالمراسيل ويمشيوا لهم. جابوني بعضهم مكتوب هو. وتنجم انت هما توا عندهم واجب التحفظ المقاول والشتاك، اما اني يحكيوا معايا نحكي معاهم انا، خاطر اني المشروع اني دفعت عليه بقلبي بربي، وتعرفوا الناس الكل، وتعرف في برنامج ونص شكونش عملنا وقداش عملنا بريسيون، وتعرفوا كيفاش جاي المشروع، لكن خاطر نمن بالمشروع هذا. لكن اليوم هيكل الدوله مش متناغمه مع بعضها، مش في الرياضه برك، في كل شيء. صحيح 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 في كل شيء يا سلام. ماني رئيس النقابه نتاع لوكاسيون دو فواتير، الوزارة المالية تقول حاجة، ورئيس الحكومة تقول حاجة، والداخلية تقول حاجة، وين عارفين ضايعين نحن يعني قاعدين، عرفتك قاعدين يجربوا فينا في كل شيء. للأسف للأسف خسارة ولا خسارة. والله تونس باهية، نجموا نعملوا برشا حاجات، وكان جاوا عباد تخدم قلبها بربها، نجموا رانا معناها نمشيو بعيد بعيد بالبلاد هذيا اللي الحقيقة ما تستحقش منا الشيء اللي قاعد يصير. معناها توا باش نلخصوا مكرم، باش نستناو توا باش تبقى الاشغال واقفه حتى نستناو رد نتاع وزاره التجهيز. هذا هو الملخص تاع الكلام الكل معناها. اكيد اكيد وزاره التجهيز لازم توا تقوم بالواجب تاعها، تعمل كونترات للارشيتكت، تصب فلوس عباد هذا، خاطر الفلوس مرصوده باش تعطيهم نجيبوا السيد الوزير مع احتراماتنا ليه، السيد السيد المدير العام للبنايات، يلزموا الكلام اللي سمعناه يحاول يكذبنا، يقف على المشروع، يلزموا يكون معناها عملي اكثر اكثر من توا، ويقف على المشروع. راهو مشروع وطني، مش مشروع جهه معينه. وحتى كان انت عندك احتراز على المشروع، اليوم انت تخدم في دوله، وانت اليوم رجل دوله، لازم تقف عليه المشروع، عباره على تونس العاصمه او في بنزرت او قابس، لازم تقف عليه قلبك بربك. مكرم، اذا كان يرجعوا غدوه الاشغال، اعطينا مده يقعدوا باش يحضر الاستاد يكون جاهز. شوف هو راهو 11 جويلة 2021 يلزم الاستاد يكون واقف، يلزم الاستاد يكون كامل. عام اليوم احنا عملنا شهرين برسك ولا كذا شهور في الحاجة الصحي، ما قدمناش مش تقاومنا تار هذاك. لكن انا واثق وحكيت مع المقاول، يقول لو كان الفلوس حاضرة انا نحضره قبل الوقت. معناها المؤكد باش تكمل لتوال العام الجاي بلا من الاستاد هذا. هذا مؤكد، ما عندك حتى كلام. ونقول لك حاجه اخرى، ولو كان وزاره التجهيز، وزاره التجهيز، وزاره الرياضه، وزاره الرياضه، زوج وزاره هذوما، لو كان ما يفيوش بوعدهم بالتابلو والاضاءه تولي عامين مش عام، رانا حتى يحضر الصادق ونتفرجوا عليه. يا رسول الله، واضح. اليوم كي نشوفوا في الصومال اخر مره كيفاش التيران، كيفاش كان، كيفاش اصبح، معناها نضحكوا على رواحنا نحن الصادق في الدنيا وقاعدين وحيرين فيه، ويتعاركوا وزارات مع بعضهم. اي بيروقراطيه هي اللي سبب في هذا الكل. بيروقراطيه لازم نقول لك حاجه، انا قلت حاجه تضحك كما اما هي صحيحه، هي من قبيل الدعابه، اما لكن صحيحه. تعرف باش تقبلها قائمه البلديه يلزموا في الصخره كل عضو يكتبوها بشوي. ان شاء الله على كل مكرم نتجاوز. ثم حاجات مش معقوله، اليوم كي نطلبوا السلام، كي نطلبوا تابلوه نعملوا بريس دوفر اليوم، تابلوه يحضروا 10 شهور مش يحضروا. معقول هذا؟ سي معقول هذا؟ لا صحيح. نعمل بريز دوفر تو يقعد شهرين في الشرايط، يبعث لي شهرين في الميادين الكل، القنطره تبقى 10 سنين، المستاد يبقى 100 سنه. ماهوش معقول، حاجه اخرى يا سلام، عندنا حاجه اخرى. رانا ان نطلب المنشات الرياضيه ترجع لوزاره الشباب والرياضه، تتلاها بها وزاره الشباب والرياضه، خاطر مش معقول وزاره الشباب تعمل لك منشاه رياضيه وتحطها وتعطيها لك 5 سنت، بعد يجيو يجريوها عباد ما عندهمش خبره في الملاعب الرياضيه. والدليل شوفوا نحن مش سوسه برك، راهو شبدوا نحكيو مش نقولوش كلاسي في صحابه. لا صحيح، سوسه وبنزرت وصفاقس وتونس الكلهم يعانيو، خاطر الجزار اللي دخلوا عليه نحن 800 مليون مش ركعوه نعطيوه، الواحد مش قاري حتى نيفو
ماش حاجه. خلي نقولوها ياخذوا عامل البلديه معناتها مع احترامنا ليه معناها اللي هو مش اختصاصه معناها. عندنا اطارات تاع جازون شفنا جازونات كل وقت ضربوا الوبريكان في سوسه جازون من احسن ما ثم. قدر عندنا جماعه في سوسه من احسن ما ثم من جماعه يتلاوا بالجازون مشكورين رئيس العمل تاع الرياضه في بلديه سوسه قام بواجب والناس تخدم في الستاد تقلبهم بربهم لكن هذا غير كيف يلزم راسك يلزم التكوين يلزمنا برشا حاجات يلزمنا نبدلوا العقليه يلزمنا نحافظوا على المنشات الرياضيه باش نجموا نجاريو العالم ما عادش طالبين نجاريو العالم نجاريو افريقيا تو ولينا ما عادش طالبين في العالم طالبين افريقيا واضح اللي اليوم كما قلت لك في الصومال وفي الصادات تمشي للمغرب تبكي على تونس تمشي الجزائر تبكي على تونس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يتبدل حياتك صحه شكرا لك مكرم اللقيم المستشار البلدي في بلديه سوسه على كل هذه التفاصيل وان شاء الله تستأنف الاشغال في اقرب وقت في الملعب الاولمبي بسوسه تسويت جيكم زميلتي فدوى التركي في الاخبار بعد المواصلين في البلاي.